والتصوف الذي أحدثه هؤلاء بدعة في الدين، وكان أصل ذلك أنه وجد في المسلمين زهاد وأهل ورع وزهد يتعبدون ويحرصون على العبادات والقراءة والذكر في المساجد والبيوت حرصا منهم على الخير، ثم تطورت الأحوال حتى حدث هؤلاء الذين أحدثوا بدعا ومنكرات في الدين. منها هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يتعبدون بالطبول والدفوف والأناشيد والأغاني وآلات اللهو، هذا منكر من القول بدعة، وقد أنكر ذلك العلماء وأطال في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتابه إقالة اللهفان، وأطال غيره في من أهل العلم وبينوا بطلان ذلك وأن هذا منكر عظيم يجب تركه ولا يجب سن هؤلاء العلماء، ليسوا بعلماء هؤلاء، بل هؤلاء جهال الحقيقة وليسوا بعلماء، بل أضلوا الناس ولبسوا على الناس، فلا يجوز اتباعهم في هذا الأمر ولا تقليدهم في هذا الأمر، بل يجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويحذروا من هذه البدعة المنكرة. وأشنع من هذا وأكبر دعاؤهم الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر، هذا شرك جاهلية، شرك بجهل وأشباح، دعاء الأموات كالعيدروس أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو غيرهم من الناس، هذا شرك أكبر.